ألف مرحبا مرحبا. يلا نشرح كنا قلنا واحد كنا مرة وبدعد للعشرة أضلني تحت واحد يلا بنا اثنين ثلاثة الباليه الأهمية تبعته بتنمو مع نمو البنات أو الراقصين يعني وهم صغار ما بحسوا حالهم إنه أهمية الباليه عم بتأثر عليهم كتير بس هي بتبدأ بإنهم بتعلموا إنهم كيف ينظموا وقتهم لأنه مع المدرسة والباليه بصفي في شوية كتير ضغوطات وإشياء يسووها البنات فأظن بتعلموا كبداية كيف يرتبوا وقتهم بين المدرسة والباليه وكمان من ناحية صحية وجسدية بساعدهم على طريقة التنفس المضبوطة بتذكر الواحد يكون دايماً مرتاح أعصابه بيعملوا ستريتشنج للعضلات يحركوا جسمهم فهذا برضه بيلعب دور صحياً غير عن الأشياء الصحية للجسم وتنظيم الوقت الباليه كتير بحسه بأثر على شخصية الراقصات لأنه هو بعلمهم كيف يوقفوا على المسرح قدام جمهور يكون رأسهم مرفوع واثقين من حالهم وبيأدوا رسالة معينة للجمهور فبحس بنمي قدرة البنات إنهم يتواصلوا مع قدامهم بطريقة مش شرط في الكلام ممكن في الحركة في التعبير فبنمي الشخصية على هذا الصعيد كمان باليه لانه كان كتير حلو كنت اتدرب بالبيت عشان اكون راقص باليه